مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. حل مشكلة تخزين الواتساب. أنا عندي ظهرت عين مشكلة، وأنا كل مشكلة تواجهني أوجد لها حل وأقول لكم إياه حتى تكون مصداقية بالعمل. فأني أروح على إعدادات، أروح على عام مساحة التخزين، كل ما أمسح أني الواتساب يزيد عندي المساحة، فكان قبل شوية إلى جيجا وشوية، فأني يعني أمسحها فتبقى. فحبيت أنه أوجد إلها حل، فالحل كلش بسيط كالآتي، ممكن الناس تعرفه ممكن ما تعرفه. الواتساب أنت مثلا تدخل هنا، أي صديق راح تدخل تمسح تسوي حذف، راح تحذف هذولا الأشياء المشتركة، فأنت حذفتها هذه ما راح تروح، الواتساب ما راح يوديها، راح نمسح كل شيء احنا بيناتنا. فهاي المحادثة مسحناها، اوكي، فهذا كلها عفوا، فهذا كلها ما راح تروح. وين راح نلقيها؟ راح ندخل على الاعدادات، نروح على التخزين والبيانات، تدخل على إدارة التخزين، راح تلقي هنا المساحة الخالية 6 والمساحة المستخدمة 503. طيب الفيديوهات اللي هنا كلها هاي الموجودة اللي انت مسحتها، اوكي، فانت شلون راح تخلص من عندها؟ فاحنا ندخل مثلا على هنا اي واحد، فراح ندخل على اي واحد هنا، طبعا فهذا تشوفون نسوي تحديد 58 ميجا، نسوي تحديد، اوكي، عفوا تحديد الكل، واحنا هذول كلهم ما نريدهم، اوكي، هذول كلهم الصور ما نريدهم، بس خلي اتاكد من عندهم، نعم كلهم ما نريدهم، نسوي تحديد، تحديد الكل، حذف، حذف العناصر اول وحدة هذه الفوق، اوكي، شوف ايش قد هسه نزلت. ندخل هنا ايضا 25 ميجا، هنا هذول ايضا راح نحذفهم، تحديد، تحديد الكل، حذف العناصر، اوكي. هسه المفروض انه احنا نروح على نروح على هسه نروح على الإعدادات، ندخل على مرة ثانية على عام مساحة التخزين، نشوف الواتساب إيش قد نزل، نزل 400 ميجا. فهنا هو هنا هذا حل مشكلة الواتساب، مساحة التخزين بالواتساب، بعد ما كان 1 جيجا نزل 400 ميجا، وتقدر تنزل 200، تقدر تنزل تمسح الموجود، يبقى لك فقط حجم التطبيق اللي هو 77.3. بهاي الشغلة البسيطة أتمنى تكون لقيتوا الحل. بنهاية الفيديو لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس، وانتظروا كل جديد. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة.